الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا، ما حكم شد الرحل للاعتكاف في غير المساجد الثلاثة؟ كأن يذهب للاعتكاف في مسجد في مكة غير المسجد الحرام، أو في مسجد في المدينة غير المسجد المدينة، أو في مسجد آخر غير المساجد الثلاثة الفاضلة. الجواب: لا يجوز ذلك. فمن قصد الاعتكاف في مسجد واستلزم اعتكافه هذا أن يشد رحله لهذا المسجد فلا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. لكن لو أن الإنسان شد رحله للاعتكاف في المسجد الحرام ثم وجده غير صالح لكثرة المعتكفين فيه أو لمنع الدولة الاعتكاف فيه لغرض، ثم اعتكف في مسجد من مساجد مكة فلا بأس عليه في ذلك، لأنه لم يشد إليه الرحل استقلالا. والمتقرر عند العلماء أنه يجوز تبعا ما لا يجوز ابتداء وسلام.